برضو بالحديث عن حقوق هذه الفئة العمالة غير المنتظمة نظرا لأنهم أرباب أسر وعندهم أطفال ومسؤوليات وحياة، قانون العمل أو مستجدات هذا القانون وما يضم من ما يخدم العمالة غير المنتظمة وما كانش موجود في قانون العمل؟ يعني مشروع قانون العمل اتكلم على انه هينشئوا صندوق خاص بتشغيل العماله غير المنتظمه، ولكن وزاره التضامن في اطار يعني وجود الدوله الكثيفه لمد الحمايه ورعايه العماله غير المنتظمه وخاصه بعد ازمه كورونا، احنا اشتغلنا من خلال لجنه وزاريه برئاسه وزيره التضامن على مشروع قانون لانشاء صندوق خاص بعند الطوارئ للعماله غير المنتظمه، بحيث انه يتقدم لها الدعم خلال فترات الازمات الاقتصاديه او فترات الكوارث الطبيعيه او الاوبئه زي كورونا، وان هو بيعوض العامل خلال فترات انقطاع الدخل خلال هذه الازمات اللي بتمر بيها على غرار ما تم خلال فتره كورونا. احنا خلصنا مشروع القانون وبعتناه لمجلس الوزراء، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية تم إعداد الدراسة الاكتوارية عشان تحديد التكلفة والمزايا اللي هيتم تقديمها، وحاليا يعني بيتم دراسة القانون في إطار التشريعات المكملة لحماية العمالة غير المنتظمة، ويعني ونتوقع إن شاء الله خلال 2023 يتم إنشاء الصندوق ده من خلال بقى القانون الجديد. وحضرتك قلتي كان القانون القديم ما كانش فيه تعريف واضح، لكن الحقيقة أعتقد أن أزمة كورونا فعلا عملت نقلة نوعية في حقوق العمالة غير المنتظمة. خلينا نتكلم على مستجدات برضو حقوقهم اللي خدوه في القانون الجديد سريعا. طبعا بعض يعني المطلع. أنا بقول لحضرتك القانون الجديد هو أنه أنشأ ليهم صندوق مستقل علشان يبدأ يشتغل عليهم، يحط لهم السياسة، وحاليا يعني وزارة التخطيط ووزارة القوى العاملة شغالة على استراتيجية وطنية للتشغيل في مصر بما فيها العمالة غير المنتظمة ومكافحة البطالة. في تعريف واضح في القانون الجديد حاليا؟ في خلاص بقي تعريف واضح ليهم، الفئات تم تحديدها، في قاعدة بيانات تم إنشائها. وكذلك نسبح لحقوقهم. بصي يعني اهم حاجه بالنسبه لنا واللي احنا بنحاول دلوقتي نشتغل عليها مع فئات العماله غير منتظم ان احنا نوجد لهم كيانات، لان بتبقى دايما عندنا مشكله في تنفيذ المبادرات انه ما عنديش شريك يمثل هذه الفئه بحيث ان هو يساعدني. يعني الصيادين عشان في اتحاد للصيادين فعرف يساعدنا ان احنا ننفذ مبادره بر امان سريعا. لكن الباقيين مثلا بتواجهوا مشكله ما فيش مثلا برضو صغار الحرفيين ما لهمش كيان موجود. يعني احنا بنحاول قريبا كيان بيتحدث احنا باسمه. بنحاول مثلا مع عمال التوصيل ان احنا نقيم مؤسسه اهليه تجمع عمال التوصيل في هذه المؤسسه بحيث ان احنا نقدر نساعدهم، ان احنا يعني سواء ان احنا بنشتغل معاهم في المساعدات الاجتماعية أو المساعدات العينية أو إن هم يدخلوا معنا مثلا في المبادرات، زي عندنا مبادرة خاصة بتكافؤ الفرص التعليمية إن إحنا بندعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال إحنا بتحمل المصروفات الدراسية من الحضانة لغاية الجامعة، إن إحنا نشتغل معاهم كمان. يعني نظام التأمين الصحي الشامل بيتعامل مع أفراد، وبالتالي العمالة غير المنتظمة ممكن بتتوجه للوحدات الصحية التابعة لهيئة التأمين الصحي الشامل عشان تسجل نفسها وتدفع الاشتراكات وتبدا تاخد الخدمه، ولكن هيئه التامين الصحي العام الموجوده حاليا بتشتغل مع مؤسسات مش بتشتغل مع افراد، فبالتالي وجود مؤسسات ده بيساعد ان احنا ندخل او نشمل الرعايه الصحيه للعماله غير المنتظمه. في جزء كبير منهم داخل خلال برنامج الرعايه غير القادرين، الرعايه الطبيه الغير قادرين، ولكن احنا يعني نجحنا ان احنا نشتغل وندخل مثلا عمال الصيد وعمال المقاولات وعمال المخابز في منظومه التامين الصحي، ولكن كل ما بيبقى في تنظيم لهذه العماله في كيانات كبيره ده بيساعد الدوله ان هي اصلا توصل ليهم في اسرع وقت، وفي نفس الوقت ان احنا نقدر ننفذ المبادرات المختلفه.